اهلا بكم من جديد مع فقره اخبار اونلاين. خلوني قبل ما ابدا اخباري مع حضراتكم والتقارير بتاعتنا في حلقه اليوم، عندي كام نقطه محتاج يعني اتناقش مع حضراتكم فيها. اول حاجه، محمد ابو تريكه اجرم الحقيقه في الايام الاخيره من الاسبوع الماضي لما طلع في بعض الصحف كتبت وقالت ان ابو تريكه من ضمن امنياته في 2013 او رغباته في 2013 ان هو يروح يحضر جلسه النطق بالحكم في محاكمه مجزره استاد بورسعيد، كان ابو تريكه يعني راجل اجرم ان يروح جلسه النطق بالحكم دي، يعني ان ابو تريكه راح يشعلل الدنيا. ان يروح جلسه النطق بالحكم دي معناه ان ابو تريكه راجل مش فاهم في الحرب الاهليه اللي قائمه دلوقتي بين رابط الالترس. ان ابو تريكه يروح النطق بالحكم دي معناها ان الراجل ده بيلعب على مشاعر الناس، وانه راجل خبيث، وانه راجل بيحب جدا ان يظهر في الصوره، وانه بيخش في خناقه مع زمايله، وان زمايله كارهينه جدا. كلام 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 بينتقد عليه ابو تريكه لمجرد ان الراجل عبر عن مشاعره وقال ان هو هيروح يحضر جلسه النطق بالحكم. مش قادر افهم، كان الناس اللي ماتت دي يعني كتاكيت مثلا فراخ بيضه ماتت، يعني واحد مات عشانك، ايه احساسك ناحيته؟ يعني حضرتك ماشي في الشارع هتقع فوق دماغك بلكونه، واحد جه شدك بسرعه فوقعت فوق دماغه، هو هتقعد طول عمرك عندك احساس جواك ان ده انقذ حياتك ومات، فتقعد باستمرار عندك احساس تجاه اللي مات ده وتجاه اسرته وتجاه ولاده وتجاه ابوه وتجاه امه، احساسك مختلف وعايز بقدر الامكان تعمل اي شيء لهذا الشخص اللي انقذ حياتك. 72 واحد ماتوا فداء للنادي الاهلي، رايحين يشجعوا النادي الاهلي في موقعه كلنا قبل ما تنطلق في 1 فبراير اللي فات، عارفين ان هي موقع هتكون موقع صعبه جدا وفيها اجرام. بعيد بقى عن ان احنا نرجع للتفاصيل تاني ونقول ان كانش في تقدير للمسؤوليات سواء من القائمين على الدوله وقتها او على اتحاد الكوره او المحافظ او مدير الامن، كل ده الكلام ده قلناه 7000 مره، لكن احساس ان في ناس ماتت علشانك ده احساس سامي جوه البني ادم، مفترض ان يبقى احساس سامي واحساس محترم نحترمه عليه مش ننتقده عليه ونقول له يا ابو تريكه ليه ومالكش فيه وراح تولع الدنيا، وان انت عمال تلعب على مشاعر الناس، وان انت لك اغراض دنيئه، وان انت راجل مرأة. ايه ده ليه بنجمد كل الاحاسيس الانسانيه اللي عندنا؟ ليه همنا ان المصلحه تمشي والسلام؟ ان شاء الله المصلحه هتمشي والدنيا هتمشي وهتمشي غصب عن اي حد، الدنيا لازم هتمشي، ربنا خلق الدنيا عشان تمشي ما تقفش على حاجه، ربنا خلق الدنيا كده بتقوم كوارث وبتقوم براكين واعاصير والدنيا بتمشي وبتكمل. تسونامي غيرت مجرى الخريطه في العالم والدنيا مشيت، بتقوم زلازل وبتقع الاف المنازل وبيشرد ويموت الاف البشر والدنيا بتمشي، قامت الحرب العالميه الاولى والثانيه ومات ملايين الناس والدنيا بتمشي. لمجرد ان الراجل قال او قال لناس جنبه او فضفض انه نفسه يحضر جلسة النطق بالحكم، نطلعه مجرم ونطلعه راجل دنيء. انا طبعا ضد هذه الفكرة، بالعكس ده احنا مفترض كلنا نقول نروح نحضر جلسة النطق بالحكم. لا ده معناه ان احنا بنضغط على القاضي وعلى المحكمة، ولا ده معناه ان احنا عايزين بريء موجود في القفص يتهم ويعدم ويتسجن وياخد ذنب لم يقترفه، اكيد ممكن يبقى في ناس بريئه في القفص، ولا ده معناه ان احنا رايحين نتاجر بدم الناس، ولا ده معناه احنا رايحين نقف جنب الناس فقط لا غير، ومفيش اهالي متهم موجود في القفص هيعرفوا ان ابنه فعلا كان مدان في هذه القضيه وهيطلب له البراءه وهيطلب ان هو يخرج من القضيه كده، لان اللي مدوا البشر ارواح بني ادمين. فدي كانت بالنسبه لي مسار دهشه رهيبه جدا جدا جدا، وبدل ما نشكر محمد ابو تريكه هاجمناه في البرامج الرياضيه كالعاده، كلها برامج اتجاهها فقط ان الدوري يرجع في ميعاده، خايفين اي فسوه تحصل فالدوري ما يرجعش، اي فسوه الدوري كده كده راجع ان شاء الله، يعني ملهاش علاقه، هذا الربط غير مقبول وغير موجود. انا عن نفسي ومجرد ان ابو تريكه شعر بهذا الشعور واعلن هذا الشعور لمقربين منه او لبعض الصحفيين ونشر هذا الكلام، انا بشكره عليه، بقول له ابو تريكه هتفضل انت باستمرار مثال للاعب المحترم اللي بيشعر بالاخرين. الحاجه الثانيه
وبعدين قالوا البعض طلع قال اصل اهالي الشهداء رافضين حضورك اصلا مش عايزينك تحضر. هاخد اهالي بعض اهالي الشهداء دلوقتي على التليفون. لكن الاول برضو ان في مباراه هتقام وده برضو شيء محترم جدا بين اصدقاء بين محمد ابو تريكه واصدقائه او زملائه وبين احمد حسن عميد لعيب العالم طبعا واصدقائه وزملائه يخصص دخلها لصالح ضحايا قطار منفلوط في الصعيد الاطفال البراء يعني اللي ماتوا في هذه المذبحه الاليمه اللي تألمنا كلنا عشانها وان هتقام المباراه تحت رعايه وزاره الرياضه. انا بيخطرني سؤال هذا السؤال ملوش علاقة بين المباراة تقام لأن المباراة دي لما هتقام لازم كلنا نروح نساندها ولازم كلنا نبحث إزاي نعظم إرادتها عشان الإراد رايح لأهالي الشهداء أو أهالي الأطفال اللي ماتت في منفلوط. لكن ليه ما حصلش ده مع أهالي مع شهداء مجزرة استاد بورسعيد؟ ليه ما طلعش حد وليه وزارة الرياضة ما فكرتش بما أن وزارة الدولة لشؤون الرياضة بترعى المهرجانات دي ولها أهداف سامية؟ مش هقول الاولى كان الناس اللي ماتت في ماتش كوره لان في النهايه كل مواطن مصري مات كل وزاره عايزه تعمل له حاجه على دماغنا كلنا. لكن ليه ما اتعملش كده مع 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 ضحايا المجزره بتاعت استاد بورسعيد؟ ليه ما اتعملتش مباراه تبقى ارادتها لصالح اهالي هذه المجزره؟ ليه؟ ليه وزاره الدوله اللي مش هقول بقى ان المباراه دي تتعمل للاثنين وتتقسم ايراداتها بالنص، لا دي حاجة ودي حاجة، دي تروح إيراداتها لضحايا القطار، لكن لازم تتعمل مباراة لصالح مباراة تبقى كبيرة وجمهور مصر كله يروح ونعظم إيراداتها بقدر الإمكان بما أن الدولة متجاهلة الناس دي في التعويضات وبما أن الدولة من أول الدكتور مرسي وهشام قنديل رئيس الوزراء والوزراء وما تلا ذلك متجاهلين تماما تعويض أهالي مجزرة استاد بورسعيد. كلنا نعمل مباراة لصالح الناس دي وتبقى ولو جزء بسيط جدا جدا حتى لو أدبي ومعنوي بعيد حتى عن التعويض المادي، بس الناس تحس ان مصر كلها فعلا في لحظة ما قررت انها تقف جنبهم وان الشعب المصري قرر انه يقف جنبهم ويقول لهم ان احنا حاسين بمعاناتكم وحاسين بأزماتكم وحاسين بألمكم منذ فقدان فلذات أكبادكم في الأول من فبراير عام 2012. أنا بما أن اتقال أن أهالي الولاد دول رافضين تماما فكرة أنه أبو تريكة يحضر جلسة النطق بالحكم، فأنا معايا على التليفون بعض من أهالي شهداء هذه المجزرة، والدة الشهيد عمرو ستيف. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك. ووالدة الشهيد محمد اشرف. اهلا وسهلا. معايا والدة الشهيد عمرو ستيف والدة الشهيد محمد اشرف. ابدا بوالدة الشهيد عمرو ستيف، قولي لي انت مش موافقه يعني اتقال ان انتم مش موافقين ان ابو تريكه يحضر جلسه النطق بالحكم ورايكم ايه اصلا لمجرد ان ابو تريكه عبر التعبير ده؟ مش يعني هو ابني يا استاذ محمد لما كان راح يحضر ماتش كان بيحضر لابو تريكه ولا اللعيبه كلها؟ للعيبه كلها طبعا لازم يحضروا كلهم، وكانوا لسه يعني مش معنى هو ابو تريكه لما بيجي يعمل حاجه حلوه مثلا يهاجموه ويقولوا هو غاوي شهره وغاوي علان، ليه الحاجات دي؟ انا عايز افهم. ما تعملوا زيه. بس هو اللعيبه مش اللعيبة اللي هجمته، الإعلام للأسف هو اللعيبة. الإعلام وفي بعض من اللعيبة الزملاء. أنا بقول للإعلام حسب الله ونعم الوكيل. كفاية مزايدات علينا، إحنا خلاص فاضبينا زي الطوفان. مش ناقصين مزايدات كل ساعة والتانية. بقول للعيبة النادي الأهلي اللي زمان الكابتن أبو تريكة والإدارة، فينكم من ساعة القضية ما بدأت واحنا متلجحين عند الأكاديمية في الشمس؟ ما سألتوش علينا ليه؟ وما اهتمتوش ليه زي ابني كان بيهتم وبينزل؟ معاك حق. طب أنت إيه رأيك في فكرة اللي أنا بقول إنه ما اتعملش لغاية دلوقتي حتى ولو مباراة لصالح أهالي ضحايا المجزرة؟ ضحايا مذبحة بورسعيد كان أهم بيهم وزارة الرياضة واللعيبه كلها في جميع الدول حتى العربيه. نعم نعم. يعني اللعبه محدش عرض عليكم خالص اقامه مباراه؟ لا لا يا فندم، وكمان كان في بعض الصحفيين يسالونا يقولون انتوا بعتوا لكم اس ام اس
قلت يمكن جاء اس مع التلفون المحمول. نعم. يقول لنا انت هتحضروا مثلا ماتش تونس اليابان، يعني وصل فيهم السخافه الاعلام لحد فين؟ نعم نعم. طب انا اخد والده الشهيد محمد اشرف. ايوه. راي حضرتك ايه في اللي احنا بنقوله؟ طبعا الكابتن ابو تريكه على راسه من فوق بصراحه، راجل محترم وراجل بيقدم كل مشيئه وبيجري للخير بصراحه ربنا، ما بيتاخرش. شوف يعني جت لحد درجه المحاكمه اهو هيقف معانا. بصراحه كتر خير والله. اتقال ان انتوا رافضين ان هو يجي المحكمه؟ لا لا، انا مني واحد عن نفسي انا مش رافضه. الراجل كفايه جاله قبل كده ان هم جازوه وبرده ما عملش حاجه، وراجل بقى كويس معانا وواقف. ده في ماتش السوبر لما رفض يلعب ماتش السوبر. ايوه اه بصراحه. ودلوقتي ان هو كتر خيره هيقف معانا، يقولوا عليه برضه ان هو ما عرفش ايه ليه طلعوا عليه الحاجات دي. ده راجل محترم جدا وراجل انسان. وايه علاقه ان ابو تريكه يحضر، في رايك ايه علاقه ان ابو تريكه يحضر نطق بالحكم وبين النشاط يرجع او لا؟ يعني ليه الربط ده؟ يعني مش فاهم. ما النشاط هو ماله مال ال مش عارف الحقيقه. احنا كده ولا كده قلنا ان شاء الله اما الحكم يتعمل يلعبوا، احنا ما قلناش حاجه. مظبوط. يلعبوا بس يستنوا ما احنا نشوف الحكم بتاعنا ايه. مظبوط مظبوط. طب فكره انه وزاره الرياضه، وزاره الدوله لشؤون الرياضه والانديه حتى منها النادي الاهلي وباقي الانديه لم تفكر حتى في لعب مباراه لصالح اهالي ضحايا هذه المجزره؟ ليه؟ انا نفسي اسال انا السؤال دوت، ليه متجاهليننا كده؟ ليه؟ هو احنا كانوا عيالنا عملوا حاجه غلط؟ ما عملوش حاجه غلط، دول وقفوا شباب زي الورد، وقفوا في قصاد الطغيان، قصاد كل حاجه عشان البلد دي تتحرر، والجزاء بتاعهم حتى يتجاهلوا وهم ميتين، وهم رحمهم الله برضه يتجاهلوا في الدنيا، رب هم كرماء عند ربنا. نعم. بس ليه بيعملوا معاهم كده؟ ليه؟ نعم. ما افهم ليه؟ عملوا ايه غلط؟ ما عملوش حاجه غلط والله، والناس شايفه. ولحد دلوقتي الشباب الموجوده زي الورد. مظبوط. انا حبيت اخد حضرتك نموذج، واخد والده عمرو ستيف نموذج، ووالده محمد اشرف نموذج من شهداء مجزره استاد بورسعيد، عشان حضراتكم تعرفوا ان بيضحك عليكم في بعض وسائل الاعلام، يتقال ان اهالي الشهداء هم رافضين ان يحصل تاجيج، ان هيحصل مشاكل. إن ايه مشاكل ايه؟ ده جلسه النطق بالحكم دي لا فيها مداولات ولا فيها حكايات ولا فيها روايات، يعني لو ما حدش راح مش هتفرق، ولو الناس كلها راحت مش هتفرق. ده القاضي هيطلع على الهوا يقول انا مش فاهم، في تليفون محمول في الاستوديو. يعني انا اللي بقول لحضراتكم انه مش هيفرق ابدا مع القاضي انه حد يطلع، الناس تبقى كتير موجوده في 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 المحكمه او ناس قليله موجوده في المحكمه، مش هيفرق على الاطلاق مع القاضي. القاضي رايح مجهز حكمه ومجهز اسباب الحكم ومجهز ليه حكم ومجهز كل شيء. يعني في النهاية أرجو من السادة زملاء مهنة الإعلام أن يكون عندهم بعض الضمير المهني في التعامل مع مثل هذه التصريحات ومثل هذه القضايا. أبو تريكة بيتحدث بمشاعره الإنسانية، لا علاقة للملعب على الإطلاق بالكلام اللي بتقال.